حكينا برضو نتعرف على أبطالنا الآخرين في رفع الأثقال البارالمبي، وكابتن نادية، شفتي أنا حافظة اسمك إزاي؟ قديمة. أنا كنت كابتن نادية، نورتنا قبل كده طبعا في البرنامج، وإنجازاتك لا تتوقف. خليني برضو نعرف استعداداتك إن شاء الله لباريس، والتأهل لسه بشكل رسمي ولا لسه؟ يعني تم بشكل رسمي ولا لسه؟ الحمد لله أنا مؤهلة، وكنت عندكم على فكرة وشكوا حلو عليا. أنا كنت جبت فضة، وأنا دلوقتي الحمد لله أول، وكنت وعدتكم ان انا بقى اول، وان شاء الله هجيلكوا بعد باريس ومعايا الذهبيه ان شاء الله. امين يا رب، احنا املنا كبير، وكمان في العنصر النسائي تحديدا. اكيد اكيد، احنا عندنا، احنا مش فاهمين نستوى الحاجه، بس يعني بس بنقول يعني. خليني اعرف منك برضو الكواليس دلوقتي، الاستعدادات، احنا جينا وورينا السادة المشاهدين يعني بشكل حي ايه اللي بيحصل، الاستعدادات ازاي، المعسكر ازاي، ايه اللي ناقص، الاستعدادات الفتره اللي جايه كمان من معسكرات هيبقى شكلها ايه؟ احنا معسكرين ان شاء الله لحد باريس، عندنا محطتين اساسيتين، عندنا شرم الشيخ وعندنا المكسيك وبعد كده باريس. ان شاء الله الفتره ديت احنا بنتمرن تمرينتين في اليوم، وممكن يبقوا ثلاثه معانا خبير اجنبي. الحمد لله الحمد لله، دي اول مره تحصل عندنا في فريق رفع اثقال ان يجي لنا خبير اجنبي، وهو مميز جدا، بيكمل الحاجات اللي كانت ناقصانا. بنشتغل بشكل جماعي، الحمد لله مقسمنا ثلاث فترات، سيان الصبح او بعد الظهر، علشان يبقى فوكس مع الناس كلها، يدي كل واحد حقه. الحمد لله احنا بنأمل ان احنا نحقق اكتر من التارجت اللي اللجنة يعني حطاه، احنا ان شاء الله بإذن الله نعمل احسن منه، ودعواتكم يا رب. امين يا رب.